يعني بشوف اللي هما ما راهم مش فقوش على الجزائر هذه خلاص ابدا. يقال انهم شعب هم شعب خطير شعب، انما مصالحك تعرف نقولوها صراحه. المخزن حب يقضي على الجزائر لانه ماشي في مصلحته باش تكون دوله قويه، دوله اللي عندها تطلع في المستقبل، دوله اللي تحب تحافظ على امنها على استقرارها، واللي تحب تلعب دور جهوي دور اقليمي دور دولي.